السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الأربعاء 22/1/45 هجري، يوافق 9/8 23 ميلادي، على الساعة 6:06 إلا توي جاي من أبها، وفي الصخور اللي جيت أكثر مرة هنا بشتغل كاس، جاي متحمس وقلت البحر ما أدواصل لين هناك، هذا علمت تقريبا وبقي له ساعة على علمت، لكن شوف البحر كيف مكشوف، البحر مرة نازل. الله يكتب الخير، جهز أغراضنا ونقول يا الله يا كريم يا الله يا رب. كويس البحر في حركة موج، إن شاء الله في خير مشيئة الله تعالى يا كريم. يعني ببدأ بهذا تايجر، إيه إيه الشركة هذه طبيت فيها ممتازة والله، إيدو أحلى ما فيها أن الهوكات حقتها قوية، البروسي أو الثلاثي هذا قوية، ما هي زي الأولات هذه كده عندي، ما هي زي الأولات، أوريك الأولات هذه، هذه عادية، شوف الفرق بينها وبين هذه، شوف الفرق، فرق في البروسي، هذا نحيف ويفرد، لا هذا قوي ما شاء الله تبارك الله، هاي 27 جرام أخذتها وبعشرين ريال، والله طبيت فيها بعشرين ريال، أخذت كمية، أخذت يمكن 4 أو 5 حبات. الله يستر، الله جيني موجة طيحني من الحجرة دي، أول ما تكسر السنارة هنا في ال، بسم الله أول رمية، يا الله يا رب يا الله يا كريم، ما السلحفاة قدي عندي هنا، بعد يا دي الله يستر من السلحفاة، أوه أعشاب الله، الموج كيف، الله يستر، الله موقعي ما مريح، تجي موجة كبيرة والله طيحني، والله طيحني، لكن إن شاء الله ما فيها موج كبيرة إن شاء الله. في واحد من الشباب جاي وقف سيارة جنبي في البداية، استغربت من هو، شكل عبد الرحمن باين من القبوع حقه حق المكسيكيين ذولا، هذا هو إن شاء الله، إن الله يرزقنا وياه. أرحب، حياك الله، حيا الله عبد الرحمن، يا مرحبا. استغربت من اللي، استغربت من هو اللي وقف هذا جنبي، يا ولد قلت غريبة هذا، أكيد واحد يعرفني. طيبي الله يسلمك، كيف انت طيب، شو اخبارك، الله يبقيك، كيف انت، شو اخبارك، كيف الشباب، كلهم طيبين الحمد لله، كلهم طيبين. اسعد فرصه والله، توي جاي من ابها والله، قلت فين اروح، هناك ما في شيء، قلت خليني اجرب هنا، جيت امس تتبهدل هنا بالله، ليش كبار يا رجال، ما هو راضي يطلع، لا يا شيخ هنا الزاويه دي، تعال 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 تعال، لا لا والله تعال تعال. زي ما سمعت عبد الرحمن يقول امس كان هنا لوحده، طب في بلاوي هنا، شكلها قرون بياض كبيره، ولا يسمونها المسلب، كبار زي البياض، مقفل الدراج على خير، وماكينة 5000 عدة وسط، يعني يقول ما وقفت، والله يعين، يقول إن شاء الله نتيجي، بس صعب إنه طلعها بالعدة هذه، يبغى لها عدة كبيرة، الأسماك اللي زي كذا يبغى لها عدة كبيرة، تحمل خيوط، خيوط من 50 البي 60 البي، مكاين 8000 تنفع في العدة هذه حقت أسماك، يعني وسط إلى 10 كيلو ما عندك مشكلة، فوق 10 كيلو 15 كيلو ممكن إذا كانت منطقة رملية وضربت قريب تساعدك، لكن أسماك أكبر من كذا صعبة، يبغى لها عدة خاصة، الله يبغى لها عدة خاصة، عدة أكبر من هذه. جرب الجيك هذا بدون بروسي تحت، بس واحد فوق، كان تسخير هنا بس، بالي مع الموج، كل شوية بالي مع الموج، ومع الصخرة اللي هنا كلها جمعت، الله يكتب الخير، حملها تنزل ما هي مشكلة، ها؟ فيه؟ بالله هذه أول واحدة، هذه أول واحدة، ما شاء الله هذه الأولى،
شادنا والله عشان قلت اطب تحت كبيرة مشكلة ما في الا هوك واحد لا اسس هذا بس اللي شادنا عشان ما تصخر وقلت لو في اسماك كبيرة بس ما ادري ايش هي ما اعطيتها مجال بياض ماسك كامل جنب حتى عشان كذا باين انها قوية ماسك كامل جنب تقول ايش السمكة هذه ماسك كامل جنب عشان كذا ثقيلة هذه لسان استغربت السمكة قلت كبيرة جاية من الجنب كذا شطفتها من الجنب كذا وهي طاردها الاول مع عبد الرحمن ما شاء الله ما شاء الله صخرت مشكلة في صخور هنا يبغى الواحد يشد عليها ولا بتبهدل الله يعينك كيف هي مسكت في بطنها ها بياض هذه هي ها وش هذا بياض ممكن ايه صخرت هناك صخور مليان طلعت ما شاء الله قزة انت بلت ايش صار ها ماسك الا ما شاء الله ما شاء الله هذه اول حبة دي ما هي قزة هذه قزة هذه بالله قز ما شاء الله ما شاء الله هذه اول واحدة ما ادري قز ايوه هذه اخيرا الله يجيبها شاد عليها والله عشان لا تسال الله يجيبها يا كريم هذه ايش هي والله شدت يوم جت هنا ابغى تمسك الصخور مسك الصخور مشكلة ما ادري ايش هي لكن عقام اوه مسك الصخور هنا هذا اللي خايف منه مسك الصخور يا فكت يا فكت ايوه مسكت الصخور هنا فكت الله يعوضنا والله شادة من اول حتى شوف ايه شاد على لا يعني شاد شوية كذا عليها وياخذ خيط والله حبة طيبة دي الله يعوضنا مسكت الصخور هنا هي مشكلة هنا في صخور المنطقة دي دائما تروح السمك علينا بسببها شوفينا كيف تجرح لازم اني اقصه وارجع اركبه فوق لا لا مو عقام لا مو عقام لو عقام جرح هنا مو عقام شكلها بياضة توقعت انها عقام لكن ما هي مو عقام لا شكلها بياض قز يعني حبة ممكن فيها كيلو ونص الى 2 كيلو لاني شاد عليها شاد عليها وتسحب شاد عليها الدوايق وتسحب مع ذلك يلا جيب الله خير بسم الله الله يجيب غيرها صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة مع واحدة صغيرة ما ادري تبان مع الشمس ولا ما تبان ما ادري تصير يبان برضه قز صغيرة ولا ما شاء الله ثانية يلا يا كريم يلا يا رب والله في في ضرب اسماك في حركة لكن ما قد شوف
ابو عدس في صخور قريبة هنا عشان كذا. الله يعين اكلة ما عاد بيعيش ان شاء الله يعيش. يلا اكبر منه طمر. توكلنا على الله ما لنا حظ ما لنا نصيب. عبد الرحمن طلعت معي 2 قز، واحدة صغيرة واحدة كويسة يعني، وانا ضربت معي واحدة اللي شفتوها شكلها قز حتى هي، بس حبة طيبة ما شاء الله ما اجت. وعبد الرحمن امس كان هنا يقول ما طلع الا الساعة 9 من قوة الضرب، طب في قروم ولا مسلب هذا البيضات ما طلع له واحدة، يقول طلعت مع واحدة قرم والبقية قطعت قافل الدراج، يقول مرة ما هي راضية توقف. قلنا جرب حظنا ممكن طب في تسحيب في شيء صور لكم اياه، لكن ما كتب الله نصيب الحمد لله. توكلنا على الله منا الى بكره نشوف اي محل الله يسرها. يلا يا رب. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الخميس 23/1/45 هجري، يوافق عشرة 8/23 ميلادي، على الصباح على الساعة 6:06 النا. معي كاس سنارة، بشتغل طعم صناعية، ما عندي طعم والله يكتب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله لا إله إلا الله، استغفر الله. أبو مقص كبير هذا شيء. ما شاء الله اللقيطات الصغار هذه أخاف منها أكثر من الكبار، لأن أشوف جالسة كذا ما تهرب، عكس الكبيرة هذه كذا ما تجري دايخة ولا شو ما تهرب. يا حلال هذه لما صقوع مضروبة كأنها لقيت لها ضربة في ذيلها، في ذيلها كيف كذا معكوف، شفت تنزل زي محلها زي كذا، شو زي الحفر هذه تنزل فيها وهي ما تتحرك، لكن هي شكلها لقيت لها ضربة، شوف ذيلها كيف جاي. يسألوني كيف أتصرف معها اللقيطات هذه، هي بالعادة تخاف ولا تهاجم، حدك تشوفها ما عندك مشكلة، تشوفك وتهرب. زي هذه شوفها كانت واحدة قدامي كبيرة هربت، واللي تروح هنا واللي تروح هنا، وأهم شيء ما تكون دافنة نفسها ولا جالسة في الأرض وانت تدعسها لخطورتها في ذيلها. لكن مهما كانت كبيرة إذا تشوفها هي تشوفك بالعادة تخاف، أول ما تشوفك تهرب. ببدأ بالتايجر الصغير 7 سنتي، أظن 18 جرام أو أكثر أو 22 جرام، وقد أخذت المصورة هذه معي إن شاء الله طلعت معي عقبان ولا شيء أصقعها على فصار. الله يسر. بسم الله، محاولة الأولى. يا الله يا كريم، يا الله يا رب، الله يكتب الخير. والله تعبت انا ارمي ما في شيء. الله يكتب الخير، الله يكتب الخير، يا الله يا رب، يا الله يا كريم. ما طلع شيء، قاعد يلمع الصخور هنا، جت ضربة كذا وفكت. هناك في العميق ما طلع، قاعد يلمع هنا على محلات شعب هنا متفرقة. الله يكتب الخير. هذه هي، هذه أول واحدة. البياض ليش هي؟ هذه أول واحدة. بياضة. الله يا ما شاء الله، هذه تو اول واحده تجي. تعال دور شعاف ولا جت هي. الله يستر.
طيب يلا الحين الله. كل مره ابغى اشتري زراديه وانسى والله العظيم، كل مره معي قصاصه هذه ما تنفع. الله يستر. والله كويس انها ما جت علي، واحد من يدي. هيا روح تو اول واحده من اليوم. والله اول واحده قلت ادور شعاف من الهوامير ضربت. هي هاي الثانيه هنا ضربت قريب بتسخر. الله يبغى لي شدها، ما يبغى لي اعطيها مجال ولا تروح في الصخور مناطق شعب لي. يوه الله هذه اكبر نفسها، سبحان الله نفسها ضربت مره ثانيه. والله نفسها يا شباب بينكم انها نفسها. اقول لكم ليش نفسها، شوف الذي باقي اثار ذي في اثار الهاك الاول. والله ولا قافه فيش، مره ثانيه ضربت دقيقه نفس الاولى. ايش شوف ها شوف نفس الهوك الاول. شوف هنا محله، يا الله طمره طمرت مره ثانيه. شكل ما معي الا هي، ارميها وارجع اصيدها مره ثانيه. يا الله يا عيالي شوف الاول الجرح الاول هذا هو محل ما مسكينه بجنبه. تريحيني هبلعي يلا ثاني مرة، مرتين صدتها وراحت، المرة الثالثة تطلع بطلعها. هذه عنيدة، هذه محاولة أخيرة على الشعب. ما هذه خلها تأتي جياتها صخيرة كيف. هي ضربت كذا وركت وانها مسكت في الشعب ما أدري عشان اتصخر. يا الله توكلنا على الله، ما لنا نصيب اليوم الحمد لله والشكر، اللهم لك الحمد توكلنا على الله. والله المنطقة هذه حق جلبة توقع فيها هوامير شعاب ذي، شعابها كذا وبيناتها هذه تحبها الهوامير الشعاب، تيجي فيها حبات كبار حتى احيانا تلاقي حبات على 3 كيلو 4 كيلو في المحلات زي كذا. والله دائما اجي من ورا من هناك، المرة هذه طبيت في تغاريس هنا. اي والله حلات ام التغاريس. إيه. لا شوف 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 تتحرك من يدري يقول الله يستر الله يكفى ان شاء الله. إيه. الله العظيم انها ما ادري ايش جابني هنا، ما ادري ايش جابني محل دشين ما اشوف ايش فيه، وأكيد إنه مليان لقطات. المناطق خطيرة مرة، هاي شوف والله يكفانا تتحركت الحين واحدة من عند الجولي. أيوه كويس لا عدينا إن شاء الله لا عديناها.